بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الفيديو رقم 14. طبعا الآن موضوع الـ Classification of Signals خلاص خلصنا منه وانتقلنا إلى موضوع جديد هو بعنوان الـ Basic Operations on Signals، عمليات احنا نسويها على الـ Signals بحيث ان هي تعطينا الـ Outcomes اللي احنا نبغاه. لو تتذكرون احنا قلنا انه في هذا الكورس راح نركز على موضوع الـ Single Valued اللي هي One Dimensional Signal، اوكي؟ وذكرنا انه الاكسس عندي هنا التايم والاكس اوف تي، التي كنت اسميها independent variable وقيمتها دائما real، والاكس اوف تي هي كانت dependent variable وقيمتها ممكن تكون real وممكن تكون complex، اوكي؟ فالان موضوع الاوبريشن اوف سيجنالز راح اقسمه الى two category. الكاتيجوري الاولى اللي هو operations on the x of t اللي هي كانت عندي dependent variable، والنوع الثاني من الكاتيجوري اللي هو operations on t اللي هو كان يمثل لي independent variable. ففي هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى في الفيديو 14 راح أركز على هذا النوع، وفي الفيديو القادم اللي هو فيديو 15 راح أركز على operations اللي احنا نسويها على independent variable. ف خلونا ننتقل إلى موضوع هذا الفيديو اللي هو operations on x of t اللي هو يمثل إيش dependent variable. فبالتالي أول عملية ممكن أسويها على x of t عملية تعرف باسم amplitude scaling. ممتاز. عشان أعرف amplitude scaling خليني أفرض أن عندي signal x of t. فالآن إذا كان عندي signal y of t وكانت هذه السيجنال هي عبارة عن نفس السيجنال x of t المعطاة عندي، اللهم انها مضروبة في constant a، فهذه السيجنال صار لها scaled. الان في عندي حالتين للscaled. اذا كان الa greater than 0 و less than 1 فبالتالي الy of t احنا نقول ان الy of t هي عبارة عن attenuated version من x of t، وكلمة attenuated بأنه الـ x of t الموجودة عندي صار لها reduced. خلونا نوضحها بمثال. فلو كان عندي السيجنال التالية مثلا squared signal مثلا وكانت القيمة قيمتها هي عبارة عن 1 by 2 minus 1 1 وكانت القيمة هنا 1، فالآن الـ y of t equal half x of t، بمعنى أن السيجنال صار لها attenuation، فبالتالي السيجنال اللي راح تنتج عندي من هذه العملية لما اضربها في half هذا السيجنال y of t هي عبارة عن نفس السيجنال المعطى عندي x of t، اللهم انه صار لها reduced في القيمة، يعني هي نفس السيجنال اللي x of t، اللهم انه القيمة بدل ما كانت عندي 1 اصبحت عندي half، اصبح عندي هنا قيمة الفانكشن الفاليو هي عبارة عن half. إذن هذه السيجنال y of t صار لها attenuated، وهذا هو النوع الأول في الـ amplitude scaling. النوع الثاني أو العملية الثانية أنه لو كان الـ a greater than 1، ففي هذه الحالة إحنا نقول أن الـ y of t هي عبارة عن amplified version، بمعنى أنه السيجنال الجديدة من x of t، بمعنى أنه السيجنال الجديدة صار لها amplify، قوينا القيمة رفعنا قيمتها. مثلا لو كان عندي x of t هي نفس السيجنال اللي معطاه فوق كانت قيمتها squared وكانت قيمتها 1، نفس السيجنال اللي معطاه فوق، فال y of t في هذه الحالة هي مثلا كانت 2x of t، ففي الحالة هذه الفانكشن y of t هي عبارة عن amplified version من x of t، بمعنى انه قيمتها زادت، فبدل ما كانت 1 اصبحت قيمتها في هذه الحالة 2. المثال العملي اللي ممكن نستخدمه فيه اللي هو الراديو، لما يكون عندي لما تلاحظون انه لما ازيد في الصوت ففعليا انا قاعد اسوي amplification للسيجنالز باني اضربها في constant، هي نفس السيجنالز اللي موجودة عندي، بينما لو حبيت انقص السيجنال فاسوي لها ايش؟ اسوي لها attenuation، اي اني نقصت في قيمة السيجنال، ضربتها في half ولا ضربتها في 1 by 5 اللي هو.
الآن هذا هو النوع الأول من العمليات اللي نسويها على الـ XFT الـ Dependent Variable. النوع الثاني ألا وهو الـ Addition. فلو سألني أحد قال لي هل ممكن أني أسوي Addition لـ 2 Signal؟ نعم، ممكن أني أضيف 2 Signals. فلو كان عندي Signal XY of T وSignal ثانية X2T، فبالتالي السيجنال الناتجة عن جمع هذول السيجنال X1 و X2 هي عبارة عن سيجنال صار لها addition، سيجنال جديدة تتكون من addition of two signal X1 of T و X2 of T. طبعا كيفية الإضافة لما نجي نضيف two signals انه just we add them point by point. فلو فرضت انه عندي سيجنال X1 of T كانت سيجنال بهذا الشكل، هي عبارة عن signal minus 1 وهنا 1، signal بهذا الشكل x1 of t وهنا كان عندي t، والx2 of t هي عبارة عن signal بهذا الشكل. فبالتالي لو كان عندي signal y of t وكانت equal x1 of t plus x2 of t، فبالتالي جمع هذه السيجنال هذه متكونة من جمع x1 of t و x2 of t. فبالتالي y of t هي عبارة عن سيجنال جديدة متكونة من جمع 2 سيجنال x1 of t و x2 of t، واللي هي راح تكون بهذا الشكل. طبعا عشان نتخيل الشكل، هنا عندي minus 1 وهنا عندي كان ال 1، فبالتالي هنا كانت سيجنال 0 ونفس الحكاية كانت فوق 0، طبعا هي هذه السيجنال. فبالتالي عند المينس 1 راح يكون السيجنال بهذا الشكل، وبعدين لما نجمعهم يصير جمعهم للاثنين، وبعد كذا راح يرجع مرة ثانية لل1. فهي هذه السيجنال هي ناتجة من جمع 2 سيجنالز، يعني نجي عند المينس 1 هنا ونجمع عند قيمة الفانكشن، قيمة الفانكشن قيمتها عند المينس 1 وسو اون، يعني بوينت باي بوينت نجمع. فهذه هي السيجنال اللي تكونت عندي، سيجنال جديدة ناتجة عن جمع تو سيجنالز. نفس العملية برضو موجودة في الملتيبليكيشن، هل بإمكاني اني اضرب تو سيجنال؟ نعم، ملتيبليكيشن بإمكاني اضرب تو سيجنالز، نعم بإمكاني اضرب تو سيجنال وتكون السيجنال الناتجة عندي هي عبارة عن سيجنال x1 x2. نفس الحكاية نضرب بوينت باي بوينت باي بوينت. فلو فرضت ان عندي تو سيجنالز x1 of t و x2 of t، السيجنال الناتجة من ضرب تو سيجنالز هي عبارة عن سيجنال متكونة من ضرب x1 of 2 و x2 of t. خلونا ناخذ مثال. لو فرضت ان عندي سيجنال x of 1 وهذه السيجنال ال x of 1 كانت مثلا بهذا الشكل، جيت عند الماينس 1 وراحت هنا عند ال 1 ونزلت مرة ثانية لل 1، هذه سيجنال x of 1. والسيجنال الثانية هي عبارة عن سيجنال، خلونا نقول مثلا step function اللي راح ندرسها ان شاء الله قريبا، واللي هي السيجنال كانت 0 حتى وصلت عند ال 0 وراحت لل 1 وبعدين كملت. فبالتالي ضرب هذول الفانكشنين مع بعض راح ينتج عندي فانكشن y of t بهذه المواصفات التالية. لو تلاحظون قبل الزيرو في هذا قبل الزيرو في ال x of t كان زيرو، وهنا كان في عندي قيم، لكن اي شيء نضربه بزيرو راح يعطيني الزيرو، فالفانكشن راح تكون زيرو حتى الزيرو. بعد الزيرو راح نضرب الفانكشن كل بوينت بوينت باي بوينت، فراح ينتج عندي سيجنال بهذا الشكل الى ال1. وطبعا بعد هذا السيجنال كانت 0، فبالتالي راح تصير هنا عندي 0. اذا السيجنال الناتجه في الملتيبليكيشن هي عباره عن نضرب تو سيجنال ببعض بوينت باي بوينت. الان اخذنا السيجنالز، ممكن نسوي لها ملتيبليكيشن، ممكن نسوي لها اديشن، وممكن نسوي لها amplification ولا attenuation. الآن عملية ممكن نسويها على x of t، عملية كلكم تعرفوها ألا وهي differentiation، أنه برضو ممكن أسوي اشتقاق لهذا السيجنال. فبالتالي النوع الرابع من أنواع العمليات اللي نسويها على dependent variable ألا وهي differentiation. وأنتم عارفين السيجنال اللي ناتجة
اللي هي لو كان عندي فرضت عندي سيجنال اكس اوف تي، فالسيجنال يصير لها ديفرنشيشن لما اخذ الديريفيتيف لها دي اوفر دي تي بالنسبه للاكس اوف تي، فبالتالي السيجنال هذه الديبندنت فاريبل صار لها ديفرنشيشن. النوع الخامس اللي هو الانتجريشن، ما هو العمليه الخامسه اللي ممكن اسويها على السيجنال اللي ممكن ديبندنت فاريبل اكس اوف تي بيني اسوي له انتجريشن. فلو فرضت انه عندي سيجنال اكس اوف تي، فبالتالي الفيرجن الناتجه من انتجريت الاكس اوف تي هي عباره عن سيجنال صار لها انتجريشن. نقطه اخيره حابب اني انوه لها، الا وهي انه في الديسكريت تايم، طبعا كل اللي فوق كان في الكونتينيوس تايم، اوكي، في الديسكريت تايم السكيلينج بنوعيه، السكيلينج بنوعيه اللي هو الامبليفيكيشن والاتينويشن والاديشن، خلينا ناخذها اديشن نعتبرها بلس هي اديشن، والمالتيبليكيشن هما نفس الشيء، ذا سيم ذا سيم بالضبط. في الديسكريت تايم في الكونتينيوس تايم هما نفس بعض، ما في فرق في الكونتينيوس. بالنسبة للنقطة رقم خمسة ألا وهي الانتجريشن، فالانتجريشن في الكونتينيوس تايم بيكم سميشن في الديسكريت تايم. النقطة رقم أربعة ألا وهي ممكن أحد يجي في باله، النقطة رقم أربعة أنه هو الديفرنشيشن، هل لها بديل؟ هي في الكونتينيوس تايم، هل لها بديل في الديسكريت تايم؟ فنعم لها بديل، لكن راح نتحدث عنها في وقتها. الديفرنشيشن في الكونتينيوس تايم، في الديسكريت تايم برضو يصير حاجه ثانيه راح نتكلم عنها في وقتها، فلا تستعجلون الامور ولا تشغلون بالكم فيها، راح نتكلم عنها باذن الله في وقتها. هذه هي العمليات اللي ممكن نسويها على ديبندنت فاريبل. الان سننتقل الى الفيديو اللي بعده، واللي هي عمليات ممكن نسويها على الاندبندنت فاريبل.